ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة الاجتماع الأسبوعي للجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد شهد الاجتماع مشاركة أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة إلى جانب مشاركة سعادة النائب عبد الله الدوسري رئيس لجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بمجلس النواب والمستشار سلطان السويدي مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والرأي القانوني. في مستهل الاجتماع رحب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجميع ومؤكدا سموه أن تطوير القوانين والتشريعات لها الأثر الإيجابي الواضح الذي ينعكس على مواكبة المتغيرات التي يشهدها مجال الشباب والرياضة، بما يسهم في تكوين النظم الجديدة التي ترفع مستوى هذا المجال وتقدم لمنتسبيه الفرصة نحو المزيد من الإبداع والعطاء بما يتوافق مع تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في خلق المناخ المثالي لقطاع الشباب والرياضة والذي يحقق أعلى معدلات النجاح، ويساهم في كتابة سطور جديدة من المنجزات الشبابية والرياضية في المملكة. وخلال الاجتماع ناقش سموه مع المسؤولين قانون الاحتراف الرياضي وآليات تنفيذه، ووجه سموه لوضع الدراسات والتصورات التي يمكن من خلالها سن قوانين جديدة تدفع نحو مزيد من الارتقاء والتقدم بهذا القطاع.